رايقه تاخديني صح؟ يلا بينا، ما عايزاش اقعد هنا اكتر من كده. اهدي يا مأمونة، اهدي عشان افهمك. مأمونة اللي في طماطه ماتت خلاص، وقعت من هالجبل قدام كل الناس، بس انا لسه عايشه. الدنيا في طماطه على كف عفريت، ولو حد واحد لمعك هيقتلك، والمره دي مش هزار. يعني ايه؟ هتبعيني يا زينب؟ واللي عملوه فيا وحاج حمزه هتسيبيني كده قلبي محروق؟ مقدرش ابيعك يا مأمونه، حقك هتاخديه وهيرجع لك لو سمعتي كلام تقطعي. انت هنا في امان، كان نفسي تبكي معايا، بس مش هتبكي في امان. طب حاجة انت كده تعرفيهم، بس دول مش مطاريد، مش شبههم. مين دول يا زينب؟ انا هقول لك على كل حاجة. فاكرة اللي كنا بنشوفوهم في الموالد واحنا عيال؟ كانوا بيجوا يبسطوا الناس وياخدوا اللي فيه نصيب ويمشوا. هم دول. دول هيساعدوني ازاي؟ واعمل معاهم ايه؟ ارقص لهم بجد يعني؟ كل واحد من دول يعرف اللي انا وانتي واللي البلد كلها ما تعرفوش. كل واحد ورا سر هربان منه، وعنده طار وحاجة عايز ياخده. كلهم سمعوا كلام فتحي. مين فتحي؟ كبرنا، كبرنا اللي انت قابلتيه واللي هيساعدك يا مأمونة. ساعدني؟ ما رجعش معايا ليه اللي هو هيساعدني؟ ما جاش الوقت، لما يجي الوقت هيساعدك، يخليكي ترتي حقك بيدك انتي وكل دول. انتي شاربة ايه يا زينب؟ انتي شاربة حاجة؟ مش شاربة حاجة. زينب ما بتكدبش، وبعد كده اتعلمي تسمعي لما تكوني مش فاهمة. روحي انتي دلوقتي يا زينب. لا، تروحي فين؟ ما تخافيش يا ماما. ما تسيبيش يا زينب. مش هسيبك، هرجع لك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.